هكذا ينتهي نهار يوم طويل، فتستيقظ زنجبار كعادتها ووحدها الصورة تقودنا إلى المنزل الذي تركناه يوماً على أمل المساعدة. لا تعرف أم سهيل عن هذا القادم شيئاً، لكنها تتذكر اليوم الذي فتح قلبها للأمل. ثمة شيء عليها رؤيته يقول الفريق، فتمضي الأقدام المرتبكة إلى ما لا تتوقعه. هناك يقف حلم أم سهيل، وهنا يفيض للفرح صوت آخر. والله متفاجئة ومصدومة يعني، وما تخيلت إني بنجح في هذا المشروع، والآن يعني انصدمت لما شفت هذا المشروع، والحمد لله تم افتتاح هذا المشروع، والآن الحمد لله نقدر نعيش منه ونقدر يعني نغير حياتنا للأفضل إن شاء الله بإذن الله. أول مرة لما شفت هذا المشروع ما كنت مصدق إنه يعني هذا المشروع تطور من حياتي الآن إلى أحسن، يعني بنتطور بننفتح بنشوف يعني حاجات بنستمر فيه بتتغير حياتنا للأفضل. هذا المشروع يعتبر خطوة جبارة في طريق تمكين النازحين من إدارة شؤون أنفسهم معيشياً، فبدل ما النازحين يجلسوا يعني أسرى للمساعدات الإغاثية أو الإنسانية الأسبوعية أو الشهرية، هذا المشروع يهدف إلى جعل النازح عضو فعال وعضو بناء في المجتمع الذي نزح إليه، فيساعد في التنمية من خلال الأعمال.